بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحقيقه هذه الحلقه مهمه جدا لعده اسباب. اولا الله تبارك وتعالى امرني وامرك ان نتدبر القران. امرنا ان نتدبر القران بل اعتبر كل من لا يتدبر القران قلبه مقفل. قال سبحانه وتعالى: انتبهوا معي احبتي في الله، القضيه ليست مجرد معلومات بل نحن في التزام لامر الهي. قال لي ولك هذا الخالق العظيم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها يعني ايها الانسان قلبك مقفل لهذه الدرجه انك لا تتدبر هذا القران كل ايات القران يجب عليك ان تتدبرها من قال لكم ان حفظ القران وتدبر القران غير مطلوب انتبهوا احبتي في الله، الله تعالى يقول: افلا يتدبرون القرآن، لم يقل سورة كذا او سورة الاخلاص او سورة الفاتحة، القرآن 6236 آية، افلا يتدبرون القرآن. طيب من لا يتدبر أم على قلوب أقفالها؟ يعني قلبك هذا مقفل أمام التدبر؟ اليوم نحن نعلم أن كثير من الناس لا يتدبر القرآن ظنا منه أن هذا أمر طبيعي وأنه سيدخل الجنة فقط بمجرد يعني أنه يجمع المال يلهو يعبث يأكل يشرب وكأن الدنيا فقط للمتاع للمتعة والله تعالى يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وقال ايضا وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الاخره هي هي الحياه الحقيقيه اولا يجب ان نتدبر القران لا اقول ينبغي بل يجب اؤكد على هذا الامر من لا يتدبر هو خاسر هو الخاسر ايات القران ايها الاحبه فيها ايات كونيه، وايات تتعلق بعلوم الارض، وايات تتعلق بعلم المعادن. لا ينبغي ان اقول انا غير متخصص، لا يعنيني موضوع الحديد. هذا كلام الله ايها الاحبه، والله قال لنا: افلا يتدبرون القران، كل القران. اذا احبتي في الله انني لكم من الناصحين. ستذكرون هذا الكلام يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، هناك من يشكك بالقرآن الكريم ويقول ان الحديد لم ينزل من السماء، وهذه خرافه من خرافات الاعجاز العلمي. طيب انا كمؤمن هل هذا الامر لا يعنيني؟ انت الآن اذا كنت تقوم بعمل وجاء من يشكك بعملك، يقول لك هذا العمل غير صحيح، هذا العمل تافه، هذا العمل لا قيمه له. فإنك بكل ما أوتيت من قوة تحاول أن تدافع عن عملك أو حتى عن أفكارك أحيانا ولو كانت خاطئة طيب هذا القرآن يتعرض لهجوم وتشويه طبعا حاش له أن يشوه ولكن محاولات هي محاولات يائسة وبائسة وواهية محاولات لتشويه القرآن الا يعنيني هذا الامر الا يزعجني انا كمؤمن كيف سالقى الله عز وجل ليس لي اي علاقه بالعكس احبتي في الله ينبغي على كل واحد منا ان يدافع عن هذا القران العظيم ليس لك عذر امام الله لان الله تعالى سيقول لك قال لك في الدنيا وسوف تواجه هذا المصير في الاخره وانه اي القران وانه لذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون سوف تسال عن هذا القران ماذا فعلت به؟ سوف تسال عن هذا الكلام يعني هذه الايه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد هل لك عذر اذا اذا لم تحاول ان تتدبر هذه الايه؟ ما الذي يشغلك؟ الدنيا؟ طيب أنت ستموت ستكون حياتك الحقيقية بعد الموت في القبر في عالم البرزخ وبعد ذلك ستلقى الله عز وجل كيف س... س, س يعني يكون موقفك يوم لقاء الله تلقاه وأنت ناس لكتابه وكلامه ثم أيها الأحبة والله وهذا عن تجربة شخصية. كلما أعطيت من وقتك أكثر للقرآن، بارك الله لك بهذا الوقت وأحسست أن هناك فراغ كبير. أنا شخصياً أعطي كل وقتي للقرآن كل وقت. على يعني الرغم من ذلك أشعر بأن لدي وقت وهناك بركة في الوقت وأمارس كل الأعمال. يعني يعني أنت أنت تمارس أعمالك كلها. وطبعا هذا ليس موضوعنا ولكن من يعطي وقته كله للقران ثق تماما ان الله لن ينساه انت اذا كنت تعمل عند لا اريد ان اقول ملك او كذا مدير في شركه وفرغت نفسك لخدمه هذا المدير اقصد يعني للعمل بجد 24 ساعه تعمل هل ينساك هل يتركك سيكرمك طبعا، طيب كيف بمن يفرغ نفسه لله عز وجل، يجعل حياته جهادا في سبيل الله، والجهاد اليوم ايها الاحبه لا يوجد جهاد سيف وليس هناك جهاد حرب، غير ممكن اليوم. الجهاد اليوم هو الجهاد الاكبر وهو الجهاد بالقران. اول ايه نزلت في الجهاد في سوره الفرقان في مكه المكرمه للرد على الملحدين والمشككين عندما قال الله تبارك وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقران جهادا كبيرا. هذه الايه الوحيده التي ذكر فيها الجهاد الكبير. اذا اعظى اكبر انواع الجهاد الجهاد بالقران، اكبر من الجهاد بالسيف على فكره. لذلك أحبتي في الله عصرنا الآن اليوم عصر التكنولوجيا المعلومات هو عصر الجهاد الكبير نجاهد بالعلم طيب أنا إذا لم أفهم هذه الآيات كيف أجاهد بها كيف أنقلها لغيري إذا لم أفهمها إذا ينبغي أن أفهم وأتدبر وبعد ذلك أنقل هذا الكلام وأدعو به إلى الله لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الشيء الثالث أيها الأحبة تدبر القرآن هو السعادة أنا أشعر بها حقيقة والله كل مال الدنيا ومتع الدنيا لا تضاهي لحظة عندما تجلس مع كلام الله تبارك وتعالى ولكن هذه السعادة لا يشعر بها إلا من جربها وعاشها إذا لم. لم تدخل نفسك في في رحاب تدبر القرآن في تغوص في هذا الكتاب العظيم لن تشعر، لن تشعر بحلاوة الإيمان التي شعر بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فحتى تشعر بهذه السعادة ينبغي أن تدخل في عالم التدبر، تعطي أحسن وقتك لكتاب الله، لله عز وجل الذي خلقك في أحسن تقويم وأعطاك افضل المواصفات الا تعطي شيئا من وقتك لكلام الله